يا أهلا فيكم، أنا ساشا التيوب ورجعت لكم بفيديو جديد وقصة جديدة، يا رب تستمتعوا. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وخلونا نوصل الفيديو الألف لايك وانتو قدها. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلون على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ قصتنا. تقول صاحبة القصة: أنا ليان، أنا كنت متفوقة بدراستي مرة، وكان عندي طموح أني أكمل دراستي وأدخل التخصص اللي أبغاه. الحمد لله تخرجت من الثانوي وكانت نسبتي عالية وكنت متحمسة مرة، وأهلي كانوا مبسوطين، لكن حسيت أنه ما عندهم حماس لموضوع الجامعة، لكن جالسين يسايروني. يعني إحنا عندنا البنت ما لها غير بيتها وزوجها، وسالفة الدراسة ما هي فكرة مقبولة عندنا، خاصة أنه خواتي اثنين أكبر مني تركوا الدراسة وتزوجوا وهم ما خلصوا الثانوي حتى، وأغلب بنات العيلة عندنا ما كملوا الدراسة، طبعا بحكم انه احنا نعيش بمدينة صغيرة وما في ذاك التطور، يعني حتى الكلية ما فيها كل الفروع بحكم ان المدينة صغيرة. بس انا كان عندي طموح. المهم بعد نقاش اقنعت اهلي اني اكمل دراستي، واتفقنا اني اروح اعيش في بيت جدي لانهم يعيشون بمدينة كبيرة وفيها التخصص اللي ابيه، وفعلا اقنعتهم وجهزت نفسي وجهزت اغراضي عشان اروح لبيت جدي. وهنا بدت قصتي. أخذني أخوي وشفت جدي وجدتي وكانوا مبسوطين مرة لأني بعيش عندهم، وجدتي الله يحفظها أخذتني لغرفتي وحطيت أغراضي، وكان بيتهم هادي رغم إنه صغير. بعدها قالت لي جدتي نبي نروح لبيت عمي، هذا بيت عمي جنب بيت جدي، وعمي هذا متوفي الله يرحمه وعنده عيال وبنات كثير ما شاء الله، وبيتهم طول الوقت عندهم ضيوف وأصوات. المهم رحت مع جدتي سلمت على زوجة عمي وبناته، وكانوا محترمين مرة وعاملوني بحب وأنا ارتحت معهم. لكن كان في واحد من أولاد عمي من أول ما رحت استغربت من تصرفاته، لكن ما أعطيته أي اهتمام. بعدها بدأ دوامي في الجامعة وبدأت أروح كل يوم للجامعة، وكل وقتي أدرس وأذاكر ومستانسة مع جدي وجدتي، وصرت قليل ما أروح لبيت عمي. في يوم كنت جالسة في غرفتي أذاكر سمعت صوت أحد يدق الباب، وبعد شوي نادتني جدتي ونزلت عندها. كان في كيس على الطاولة، قالت لي جدتي خذي ذا الكيس جاب لك إياه سالم ولد عمك. فتحت الكيس كان فيه أكل وحلى، أنا استغربت وقلت لجدتي ليه حتى سالم يجيب لي أكل، قالت لي إنه طالب لخواته وطالب لي معهم. أنا قلت طيب وفتحت الأكل وكان الأكل اللي أحبه، أنا أكلت وأنا مبسوطة وقلت عادي رغم إني استغربت من ذا التصرف. المهم بعدها صار هذا التصرف يتكرر كثير، وكل يوم سالم ولد عمي يجيب لي أشياء وأغراض للدراسة، وأنا أقول لنفسي خير إيش السالفة، لكن ما اهتميت، قلت سالم مثل أخوي أصلا هو متزوج وعنده أولاد، ما اهتميت لموضوع أبدا. بعدها خلصت الاختبارات وجاء وقت الإجازة وجاء أخويا وأخذني ورجعت لأهلي. أهلي كانوا مستانسين ويسألوني عن حالي وعن دراستي وعن جدي وجدتي وبيت عمي، وأنا كنت أقول لهم إنه دراستي وكل شيء تمام الحمد لله. وبعد كم يوم وأنا في بيت أهلي إلا يجيني اتصال من رقم غريب، أنا طنشت وما رديت وهو قاعد يدق كثير، وبعدها أرسل رسالة: أنا سالم ولد عمك أبي أكلمك بموضوع ضروري. أنا لما شفت الرسالة قلت لازم أرد لأنه قال موضوع ضروري، ولا لو ما قال كذا ما كنت اتكلمت معاه. واتصل وبعد السلام سألني عن حالي وأنا قلت له هلا أبو فلان، سألته عن جدي وجدتي وبيت عمي، وبعدها قال لي أبي أكلمك بموضوع، قلت له تفضل، قال لي أنا أحبك وأبي أتزوجك. ما تتخيلون الصدمة لما سمعت كلامه، قلت بنفسي خير ده من كل عقل يقول هذا الكلام، قلت له أنت ولد عمي والنعم منك، لكن أنت متزوج وعندك أولاد وأنا أصلا ما أفكر بالزواج وجالسة أدرس والزواج آخر شيء أفكر فيه الحين. هو جلس يقول لي أنا أحبك ومعجب فيك وأنا ولد عمك ومو أحد غريب وأنا أولى فيكي، وأنا من زمان نفسي أتزوج وحدة مثقفة مثلك. قلت له اسمع يا ابن الحلال، أنا مستحيل أفكر أتزوج رجال متزوج، وقفلت السماعة بوجهه. بعد ما قلت هالكلام ومن بعد كلامي معاه نسيت الموضوع ولا حتى فكرت فيه. بعدها رجعت لبيت جدي ورجعت لجامعتي، وبعد كم أسبوع وأنا كنت بالجامعة اتصل علي أبوي وكان معصب لدرجة مو طبيعية، قال لي وينك يا بنت؟ قلت له أنا بالجامعة. بعدها جاء أبوي للجامعة وأخذني، وطول الطريق هو ساكت ما أتكلم بشيء، وأنا أحاول أفهم منه وهو ساكت وشكله مرة يخوف، وأنا أقول بنفسي يا ربي وش السالفة إيش صاير أنا إيش سويت، وكنت على أعصابي. بعدها وصلنا بيت جدي ولا تفاجأ بأخوي الكبير وأمي، أنا هنا قلبي وقف قلت يا ربي وش السالفة، أبوي كان معصب وفجأة لف علي وأعطاني كف ما أنساه كل حياتي، كف قوي، أول مرة أشوف أبوي يمد يده علي، من الصدمة ما عرفت إيش أسوي، والله العظيم مرة خفت. مسكني أبوي ورماني على الأرض وقال لي كلام صراحة ما أقدر أقول ولا أحب أتذكره حتى،
قعد يسب ويضرب فيني ضرب وأنا منهارة وأبكي ولا أدري إيش السالفة. وقتها الكل جالس ولا أحد فكر يفكني من أبوي، وأبوي دخلني الغرفة وقال لي يلا بسرعة لمي أغراضك يلي ما تستحين على وجهك يلي فيك وفيك ويخطيك. الكلمات كانت مرة قوية، ما توقعت إنها تنقل في يوم من الأيام. ومن مين؟ من أبويا. المهم قال لي أنتي ما راح تكملين دراسة في الجامعة أبدا، والله العظيم ما راح ترجعين لها لو إيش ما صار، والجامعة انسيها، والحين بتقومين تلمين أغراضك مالك قاعدة هنا. وقاعد يسبسب وأنا للحين مدري وش السالفة. وأنا صرت أقول لأبوي يا أبوي الله يوفقك فهمني أنا إيش سويت، كنت ميتة بكى وأنا أترجاه بس يفهمني، وهو ما عنده غير السب. قال لي لمي أغراضك وانتي ساكتة. جلست ألم أغراضي وأنا أبكي بكى بحياتي ما بكيتها. بعد ما لميت أغراضي رجعت مع أهلي، وبعدها قعدت أحاول أفهم إيش السالفة. صرت أكلم أمي وأخواتي وصرت أترجاهم يقولوا لي إيش اللي صار. بعد محاولات كثيرة قالوا لي من ذاك اليوم اللي رجعت فيه من الإجازة من عندنا ورحت البيت جدي، ولد عمك سالم جلس يتكلم عند أبوك يقول إنه شافك تكلمين رجال، ويقول إنه شافه عند الباب يعني عند بيت جدي، وهذا الرجال ما نعرفه. أنت دايما تتأخرين ترجعين من الجامعة، وأكيد واضح إنه وراك بلاوي لدرجة إنه شافك وأنت تركبين مع ذاك الرجال وتطلعين معاه من البيت، لا وكمان بوقت متأخر. وقال إنك تستغلين قعدتك عند جدك على أساس إنك تبين تدرسين وإنتي وراك بلاوي وراك أشياء تخوف. المهم لما سمع أبوي هذا الكلام كبر الشك براسه من كلام ولد عمي، وطبعا أبوي عارفني وعارف أخلاقي، بس سبحان الله يسمع ذا الكلام من واحد رجال وهو ولد عمي وعايش قدامنا في البيت اللي قبالي، أكيد أبوي يبي يشك. وسالم ولد عمي الله لا يوفقه كل كلامه كذب وافتراء، قال أشياء تشيب الراس وكلها كذب ظلمني فيها. بعدها اكتشفت انه قال هذا الكلام بسبب اني رفضت اتزوجه لاني قلت له ذاك الكلام وقفلت السماعة بوجهه في ذاك اليوم. ما توقعت انه حقود لذي الدرجة وانه يسوي ذي البلاوي والافلام ويسوي كل ذي الاشياء من ورايا، والله العظيم ما توقعت منه نهائيا. المهم ابويا بعد اللي صار حرمني من الجامعة، جلست عند اهلي سنتين، تخيل سنتين ببيتنا كنت محرومة من الجامعة، مستقبلي اتدمر وانا كان عندي طموح، كنت أذاكر الليل نهار عشان أدخل القسم اللي أبيه. ما تتخيلون حالتي، ورغم إني جلست أحاول بأهلي يصدقوني لكن خلاص معتبريني كذابة. جلست سنتين وأنا أدعي على ولد عمي وقلبي محترق ومقهورة من اللي صار، حتى أبوي معاملته تغيرت معايا كثير ومو مصدقني، طبعا أكيد مصدق ولد عمي ومكذبني أنا لأنه بنظرهم كذابة وراعية هذه البلاوي. طبعا ولد عمي ذا كان سبب حرماني من الجامعة، كنت أبكي كل يوم من الحسرة وأدعي إنه الله ياخذ حقي من ذا الإنسان. بعدها بكم شهر دخل علي أبوي الغرفة قال لي يلا قومي جمعي أغراضك بنرجع لبيت جدك، وأنا ما أقدر أوصف لكم فرحتي بذاك الوقت. كان تفكيري إنه خلاص أبوي سامحني، وفورا لميت أغراضي وملابسي ورحنا لبيت جدي. وأول ما وصلنا هناك رحنا بيت عمي، ما رحنا بيت جدي، ما أقدر أقول لكم كمية نظرات الاستحقار اللي كنت أشوفها من زوجة عمي وبناتها، حتى إنهم كانوا يسمعون كلام. بعدها أمي أخذت زوجة عمي ودخلوا الغرفة وجلسوا يسولفون، وبعدها خرجوا وطلعوا من البيت وما رجعوا تقريبا إلين وقت العشاء، ورجعوا كان معاهم أكياس وأغراض. قالت لأمي ترى إحنا جينا هنا عشان نزوجك سالم ولد عمك لأنه خطبك من أبوك عشان يستر عليك بعد البلاوي اللي سويتيها، وطبعا لازم تكوني تحت نظر زوجة عمك وبناتها. أنا كنت مصدومة كيف أمي تسوي فيني كذا، رحت لعند أبوي وأنا أبكي وترجاه وأقول له أنا مظلومة لا تزوجني سالم. أبوي بعد كل البكاء والكلام ما قال أي شيء وقام وتركني، وكان الكل ضدي وما حد مصدقني. بعد ذا الكلام جاء وقت الملكة، مسكتني أمي ولبستني غصبا عني وزينتني غصبا عني، وأنا خانقتني العبرة وحالتي حالة والدنيا ضايقة فيني. جاء بعد الشيخ اللي يبي يملك فيني أنا وسالم، وهذا الشيخ طلب إنه يسمع موافقتي على أساس إني ألبس عبايتي وأوقف ورا الباب ويسمع موافقتي على سالم ويسمع شروطي. بذيك اللحظة ما أدري كيف سويت بحركة سريعة وخفة، حتى إني ما حسيت على نفسي، ما أدري كيف سويت كده، دفيت باب المجلس ودخلت جلست قدام الشيخ وجلست منهار وأبكي وأقول له تكفى يا شيخ تسمع كلامي. هنا أخواني كانوا يحاولون يطلعوني من المجلس وأنا أبكي وصارخ وأقول له تكفى يا شيخ بس اسمعني، اسمع الكلام اللي أبي أقوله. الشيخ وقفهم وقال بعدوا عنها، أنا لازم أسمع كلام هذه البنت، وترى والله ما راح تتم هذه الملكة وإني راح أبلغ عن هذه الحادثة. هم خافوا، وبذي اللحظة طلب الشيخ من كل اللي في المجلس يطلعون باستثناء أخوي الصغير اللي كان عمره 13 سنة على أساس يجلس معايا محرم
لما أقعد أتكلم مع الشيخ. كلهم خرجوا وقال لي الشيخ يلا فهميني اللي تبغي تقولي. أنا قلت له كل حاجة صارت معاي، قلت له كل شيء من الألف للياء. وبعد ما قلت كل شيء قال لي خلاص قومي يا بنتي اجلسي هناك في طرف المجلس. ونادى الشيخ كل الموجودين ودخلوا المجلس. تخيلوا الشيخ سأل سالم قدام كل الموجودين، قال يا سالم انت قلت عن بنت عمك اللي انت الآن تبي تتزوجها قلت عنها كذا وكذا. جلس الشيخ يقول كل شيء قاله سالم، وبعدها قال يا سالم هذا الكلام صحيح ولا لا؟ ما تتخيلون كمية الصدمة اللي كانت على وجه سالم، كان متوتر ومعرق ومو مستوعب انه ممكن في يوم من الايام اني اسوي كذا. المهم بعد ما سألوا الشيخ قال سالم ايه يا شيخ هذا الكلام صحيح. قام الشيخ وقال لأخوي الصغير قم يا ولدي وجيب المصحف ونادي الحريم عند الباب يسمعون الكلام اللي ابي اقوله. هنا سالم خلاص عصب وجلس يسب ويقول كلام ماله داعي ويتوعد، يعني يبي يشتت الشيخ لأنه عرف خلاص الشيخ رح يجيب المصحف ويحلف عليه أن كل الكلام اللي قاله صح وأنه ما افترى عليه بأي شيء. طبعا أبوي لما شاف سالم متوتر أصر على سالم أنه يحلف على القرآن، قال له ما دام أنك صادق يلا احلف، يلا احلف وأنه كل الكلام اللي قلته عن بنتي صدق مو كذب. جلس أبوي يضغط على سالم أنه يحلف وسالم رافض نهائيا ويقول ما أبي أحلف، وأبوي يقول إلا تحلف. بعدها الشيخ قال لأبوي أكيد هذا ولد أخوك كذاب ومفتري على بنتك لأنه ما حلف وإنه كل الكلام اللي انقال عن بنتك كذب وظلم وافتراء. طبعا كل هذا الكلام قدام اللي موجودين في المجلس والحريم والكل يسمعون ومقهورين من حركة ولد عمي وتصرفاته. وبذيك اللحظة لو تشوفون أخواني كيف هجموا على سالم، دقوه دق وأدبوه تأديب يعيشوا 100 سنة لقدام. سبحان اللي نصرني على ولد عمي بعد سنتين على يد الشيخ، سبحان الله جاء الشيخ يملك علينا وهو اللي كشف الحقيقة. الحمد لله رجعت علاقتي مع أهلي وطلبوا إني أسامحهم ورجعت لجامعتي، بس طبعا مو عند بيت جدي لأني خلاص كرهت ذاك التخصص وذاك المكان. لهذا السبب قررت أدرس بمدينتنا واخترت تخصص ثاني، وبالنسبة لعلاقتنا مع بيت عمي صارت شبه معدومة وما في تواصل بيننا. وبس والله انتهت قصتنا لليوم، ويا رب تكون استفدتوا حاجة. وإذا عندكم قصص وتبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستغرام أو السناب، بحط لكم الروابط في صندوق الوصف.